بين الدهشة والضغط والأخطاء والسلامة بتدور مواضيع حلقة الليلة من كلام في سرك. دهشة أن تتحدى امرأة مجتمع الشرقي المتحفظ وتقرر خلع الحجاب. ضغط الدم أشهر أمراض العصر وأكثر انتشاراً بمصر. في ديكور البيت شو المسموح وغير المسموح؟ وأخيراً سلامة الأطفال داخل المنازل. هودي المواضيع الأربعة اللي رح بتم مناقشتهم بحلقة الليلة، ولكن مثل العادة ومع البداية بدي أطمن على ردود أفعالكم مع مروان. مساء الخير مروان. مساء النور يا رغدة، شو الأخبار؟ تمام الحمد لله. اسم الله اسم الله، بندق على الخشب صحيح. على نسبة التفاعل مع الناس بيننا وبينه، ما شاء الله. يعني مش قادر اقول لك البيج على فيسبوك وصلت كام دلوقتي، يعني كم؟ يعني رقم عدى تقريبا ال 8000 تقريبا، الحمد لله. وخليني اقول لك بقى، الناس بعت عماله تشكر في البرنامج. انا لسه مطلع مسج كده دلوقتي قبل ما نحضر دلوقتي، كنت بقول يعني مثلا عمرو فؤاد بيقول برنامج مختلف في وسط البرامج، شيق ومفيد ومحاورة جميلة مثقفة هادئة. شكرا. إلى الأمام وتحياتي لكل من قام على البرنامج، وأشكركم على اختيار المواضيع وضيوف الحلقات. عمرو مصري مقيم في السعودية، تحياتنا له العمر. تمام. وأحب أفكر كل السادة المشاهدين، طبعا البيج بتاعتنا على الفيسبوك المفروض تكونوا حفظتوها كلام في سرك، والبيج الحمد لله وصلت أعداد بقولك تقريبا عدينا 8000 تقريبا دلوقتي. والتويتر بتاعنا في ناس كتير قوي عملت فولو على تويتر كلام في سرك زي ما بينزل قدامكم على السكرين، والهاشتاج أي مواضيع بنناقشها حابين تردوا عليها وتناقشوها معنا عندكم الهاشتاج بالعربي اللي هو كلام أندرسكور في أندرسكور سرك بالعربي، تقدروا تبعتوا لنا عليه. وكمان بقى أنا أحب أقول حاجة للمشاهدين، الانستغرام انتوا ناسينه، فاحنا لازم ايه نخشوا معانا على الانستغرام، لانه ابتدوا يصوروا لنا صور من الميكنج دلوقتي، ابتدوا ينزلوها، فانت تخشوا على الانستغرام هتلاقوا حاجات حلوه جدا. فانا عايز على اخر الحلقه دي افتح الانستغرام الاقي عدد فولورز مهول، حسي كانه عم يلطشني لالي كمان مروان، لانه انا كمان قصدني انا ما بنزل كمان كتير انستغرام. لا الانستغرام لازم تخش على الانستغرام برضه من يعني من الليله. ابتداء من الليله، ابتداء من الليله مثلي مثلكم جميعا بدنا نشتغل. فالانستغرام بتاعنا برضه كلام في سرك. واحب افكر برضه الناس اللي بتتفرج ان بعد الحلقه ما تخلص بتنزل على الحياه تي في نتورك الاعاده على طول، بتقدروا تشوفوها عشان اللي فاتته الحلقه يقدر تشوفها على اليوتيوب. اذا اضافه لكل اللي ذكرته مروان، هوينا رح بيكون مفتوح للجميع، واهلا وسهلا بكل الاراء المطروحه. وبنبتدي حلقتنا لليوم تحت عنوان الدهشه والاستغراب، لانه التقرير اللي رح بنشوفه رح بيعرفنا على امراه من بعد ارتدائها للحجاب قررت تخلعه. شو اللي بيخلي ست تقوم بهالخطوة وتتخذ هذا القرار الجريء في مجتمع متحفظ؟ فلنتابع. هدير عبد الفتاح 26 سنة، بقالها 4 سنين محجبة، والنهاردة هدير أخدت قرار جريء جدا بإنها تقلع الحجاب. انت مش متضايقه ان انت قلعت الحجاب؟ انا مش متضايقه ان انا قلعت الحجاب لاني لازم البسه عن اقتناع. تعالي نلعب بره. يعني انا بقى لبست قلعت الحجاب عشان خاطر انا مش مستعده ليه، ولانه بيمنعني عن لبس كتير بحب البسه وبحس ان انا متقيده فيه شويه، عشان كده قلعت. اسباب هدير صحيح اسباب شكليه، ويمكن سنها هو اللي أثر على اتخاذها لقرار زي ده، وده طبعاً بيعتبر تحدي كبير لجانب ديني واجتماعي مهم جداً. الحجاب بيدي وقار وبيديني احترام أكتر يعني. والله أنا ما قلتش إن هو ما بيديش وقار واحترام، أنا ما اتكلمتش في كده، أنا بتكلم إن هو مش لايق في وشي وبيقيدني في اللبس وفي الألوان وفي كل حاجة، بس فعشان كده أنا قررت أقلعه. قرار هدير بكل تأكيد قرار جريء، بس هل المجتمع هيقبلها؟ وإيه الطريقة اللي ممكن تواجه بيها البنات اللي بياخدوا القرار ده مجتمعهم وأهلهم؟ أنا فضلت لابسة الحجاب لمدة 4 سنين وما كنتش حاسة أن أنا شيك قوي فيه، لأني كان برضو بيقايد حركتي وبيقايد لبسي، عايز ألبس بناطيل، عايز ألبس حاجة قصيرة بتاع. ناس كتير هجموني، بابا وماما قعدوا يقولوا لي لأ وإزاي أنت في منطقة شعبية ومش هينفع تقلعيه وكده، والناس هتتكلم والناس مش هتتكلم، بس انا فضلت وراهم لحد ما اقنعتهم ان لازم لبس الحجاب يبقى عن اقتناع. انا مش ندمانه ان انا قلعت الحجاب، لان انا مقتنعه جدا اني انا يوم ما هلبسه عن اقتناع عشان اعرف البسه صح. لو كان في لبس كويس بينزل للمحجبين برضو موضه وفاشن وكده، كان ممكن استمر في الحجاب. كل واحده بتقلع الحجاب بيكون عندها اسباب خاصه جدا،
لكن يا ترى هل الأسباب دي بتختلف من واحدة للتانية؟ الحجاب في مصر اليوم هل هو مسألة دينية أم مسألة اجتماعية وحرية شخصية؟ هيدا اللي بدنا نعرفه بتفاصيل أكثر بضيوفنا لليوم. معنا فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي دكتور عصام الروبي. فضيلة الشيخ مساء الخير. أهلا وسهلا فيك بضيافتنا. كمان بدنا نرحب فيك نشوان يحيى. أنت سيدة مصرية قررت ترتدي الحجاب مؤخرا. كمان بيصيرنا نرحب بشيرين طنطاوي. شيرين اللي قررت تخلع الحجاب وأنت ومثل قضيتك هن اللي خلونا أو دفعونا للقيام بهذا الموضوع وللبحث أكثر بموضوعه. فضيلة الشيخ، ما رأي الدين التفصيلي الإسلامي في هذا الموضوع تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد سيدي ولدي آدم ولا فخر، على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الإسلام بينظر إلى المرأة باعتبار أنها ضرة مكنونة، أو قولي معي يعني لؤلؤة غالية عالية المقام نفيسة المعدن، يعني ليست مسألة يعني مجرد إنسانة فقط أو على باعتبار أنها نصف الرجل، لا، ده فهم خطأ. الإسلام أعطاها حقوقها، أعلى من قيمتها، أعلى رمزيتها، نظر إليها نظرة يعني إنسانة راقية في كل نواحي الحياة، من أجل ذلك حافظ عليها. محافظة الإسلام عليها هنا، الإسلام أمرها يعني بالحجاب، أمرها بالستر، أمرها بالتغطية، ليس نقصانا في حقها أبدا، باعتبار حضرتك الإنسان كده لما يكون عنده ذهب أو معدن نفيس أو جوهرة أو المرجان ثمينة، جوهرة ثمينة، لا يتركها أبدا لعيون الناظرين، ربما يطمع فيها طامع. كذلك المرأة يعني كالذهب، الذهب بنحاول نحطه في مكان مغلق، مكان فيه بعض الأمان، بخلاف مثلا لو شيء حديدي بنتركه، شيء من البلورات بنتركه. أما المرأة ضرة مكنونة، لا يمكن أبدا أن أطلقها لأعين الخائنين أو الناظرين، هذا ينظر إليها وهذا لم ينفعش على الإطلاق. فبالتالي الإسلام حينما قرر بالحجاب للمرأة حفاظا عليها، صيانة لها، إعلاء من قيمتها الإنسانية باعتبار أنها إنسانة مهما كانت، نعم، حتى ولو كانت غير مسلمة. وبالتالي الإسلام فرض الحجاب شأنه كشأن الصلاة تماما، كالصلاة. بالتالي إحنا عندنا مسألة حضرتك بتقولي هل هي ضرورة أو حرية، بالعكس، هل هي حرية شخصية أو مسألة دينية أو اجتماعية؟ مسألة هذه دينية الأسئلة المطروحة لا علاقة لها لا بالحرية الشخصية ولا علاقة لها يعني كمسألة اجتماعية. نعم. المرأة كما ربنا سبحانه وتعالى فرض عليها الصلاة والزكاة والصيام والحج، أركان عبادات، كذلك الحجاب، الحجاب فريضة في حق المرأة. نعم. لابد أن تحتجب، لأن الآيات القرآنية واضحة في ذلك، مذكورة واضحة جدا، وضوح الشمس. مثل إذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، آية قرآنية واضحة. إذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. في سورة النور يقول الله تعالى، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. نعم. طيب فضيلة الشيخ، في هذه الحال كيف تنظرنا أو كيف تنظرون إلى وضع شيرين والحال اللي هي فيه، يعني ارتدت الحجاب ثم خلعته، الدين كيف ينظر إلى هذا الأمر، وهل يتم تكفيره من قبل الدين أو حتى المجتمع في هذا الوضع؟ حاشا لله، لا يمكن أبدا أن نقوم أو أن نقول بتكفيرها على الإطلاق، لا يوجد هذا أبدا، إلا من بعض المتطرفين، وهؤلاء لا علم لهم ولا دراية عندهم ويتكلمون بالجهل المركب. هي إنسانة مسلمة لها الحرية في أن تلبس أو ألا تلبس، إذا لبست وأطاعت ربها لقيت الله سبحانه وتعالى والله تعالى راض عنها، هذه فريضة، وإن قصرت في هذه الفريضة فيعني عودتها إلى الله تعالى. لكن أقول أي إنسان أو المرأة بالذات التي لبست الحجاب ثم خلعت الحجاب بعد ذلك، يعني هذا استهزاء بحدود الله عز وجل. ربنا قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، خاصة إن ربنا أنعم عليها بهذه النعمة العظيمة الكبيرة، نعمة الستر، نعمة العفاف، نعمة الحياء الذي هو زينة للمرأة. نعم. فينبغي أن نحافظ عليه، والله إذا التزمت به خيرا. يعني المسألة المقبولة هو ارتداء له أو عدم ارتداء، هذا موضوع، ولكن أن ترتديه وترجع تخلعه هون يضع علامات استفهام. في معصية لله، هيدي أنا نقطة فيه معصية لله تعالى. ثم أقول أيضا فيه استهزاء بحدود الله عز وجل. ما بعرف شو رأي شيرين فضيلة الشيخ،
خلينا نسمع وجهة نظرها. شيرين مساء الخير. يعني انت محور الحديث مش انت بشكل شخصي كمان ولكن الحالة اذا فينا نقول قد ايه كان صار لك لبس الحجاب؟ 11 سنة. وحدا فرض عليك تلبسي الحجاب؟ لا اطلاقا. كانت من قرار شخصي؟ قراري. وليش اخذت القرار انك ترجعي تشيلي الحجاب؟ لكذا سبب. اولا انا كنت بدات اقرا وبدات اتعمق اكتر، ومع احترامي للشيخ قال كم ايه، انا شخصيا يعني هل الايه اللي قال فيها انه من وراء حجاب زي ما هو قال، هل من وراء حجاب معناه من وراء ستار ولا من وراء حجاب الشعر؟ دي نقطه. بس هو ذكر كمان فليدنينا بجلبيهن، يعني عشان انا مش حافظه طبعا نص الايه، بس برضو ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر غطاء الشعر، فده خلاني تفكرت وقررت ان انا اقلع الحجاب، ان انا ما اكملش في ارتداء الحجاب. ما له علاقه بشيء بشكلك الخارجي، انت ما كنت بقى حابه شكلك؟ كنت بتعاكس بالحجاب اكتر من بتعاكس بشعري، وكنت بتضايق بالحجاب اكتر ما بتضايق بشعري. لو هو سيدنا الشيخ بيتكلم على انه المراه جوهره وذهب والمفروض تتغطى وتتستر، احنا بنشوف مضايقات سواء كنت محجبه او غير محجبه، بالعكس انا كنت بتضايق اكتر وانا محجبه. فضيلة الشيخ شو رايك باللي عم بتقوله انه كل واحد بيفسر الايه على طريقته، يعني انت فسرتها بشكل وهي فهمتها بشكل اخر؟ اولا مع احترام الاستاذه شيرين، هي عليها لا تحسن قراءه الايه اولا، ثانيا هي قالت كلاما غير صحيح بالمره، تقول لا يوجد ايه قرانيه تنص على تغطيه الشعر، هذا كلام بعيد كل البعد عن الحقيقه، بل هذا كذب على الله وعلى كتاب الله، لان الايه القرانيه واضحه جدا وضوح الشمس، زي الشمس كده حينما نراها باعيننا اذا قرانا قول الله سبحانه وتعالى وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، ولا يبدين لنا هي زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ما المعنى المقصود من هذه الايه؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. واذا قرانا قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، جميع الفقهاء بلا استثناء قالوا بان المراه واجب عليها ان تستر البدن كله الا الوجه والكفين، وهذا راي الجمهور خلافا للحنابله وللشافعيه، حتى قالوا الوجه والكفين عوره. لكن خلينا في الاراء المعتدله بدون غلو، جمهور الفقهاء يقولون بأن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، وبالتالي القرآن واضح ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. إذا كنا مرة أخرى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أو قول الله سبحانه وتعالى فيها في عموم الآية القرآنية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، نساء الأمة كلها، يدنين عليهن من جلابيبهن. ما معنى هذه الآية؟ معناها الستر، معناها التغطية. الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تعالي معي، عمل أهل المدينة أو عمل الصحابيات الجليلات أو أمهات المؤمنات ماذا كنا يفعلن؟ كنا يغطينا الشعر، يغطينا ما بين السحر والنحر. إذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى في القرآن وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ساعتك تسأليني ما معنى تبرج الجاهلية الأولى؟ معناه أن المرأة كانت في الجاهلية كانت تغطي شعرها أو تظهر بعض شعرها، وكانت تكشف هذه المنطقة ما بين السحر والنحر فقط. وربنا نهى عن ذلك، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا لا يمكن لأي إنسان أن يقول بأنه لا يوجد أي قرآنية تنص على ذلك، ليس مذكور. أنت كنت عم تقولي شريك أنه فقط من خلال قراءتك أنت لهذا الأمر ولا تعمقك، يعني حاجة قررت تاخدي هذا القرار. بس أنا بس لا أتطاول على الله، عشان بس هو بيتهمني بأن أنا أتطاول على الله، حاشاني أن أنا أتطاول على الله. ساعتك بتقولي لا يوجد أي قرآنية تنص على تغطية الشعر، بعد إذن حضرتك أنا بتناقش معك، أنا كده ما بتطولش على الله، أنا بعمل بأمر الله سبحانه وتعالى، أفلا تتفكرون، مجرد تفكر. أنا مش بناقش حضرتك، أنا مش أكيد مش عالم زي حضرتك، بس أنا ما بتطولش على ربنا سبحانه وتعالى. حينما تنكري آية قرآنية تنص على فرضية الحجاب وعلى وجوب تغطية الشعر، هل يعد ذلك تطولا على الله؟ أنا لا أتطول. حضرتك قلت شيء ونقيده، قلت في الأول خالص إنها مش حرية، وبعدين رجعت قلت دي حرية البني آدم. فضيلة الشيخ هي كانت أنا ما أقدرش، أنا كرجل دين ما أقدرش أقول لحضرتك تتحجبي بالقوة، لا يوجد هذا. لكن ما ينفعش تتهمني إن أنا بتطول على الله، عشان ربما لأنك قلتي
شيرين انه هذا الامر غير مذكور في الايات وغير مذكور في يعني القران. أنا قرأت خلينا نحكي حضرتك بتقولي لا يوجد ايه قرانيه تنص على فضيلة الحجاب. خلينا لتغطيه الشعر. لا يوجد يا استاذه، كيف لا يوجد ايه قرانيه؟ طيب في حاله طيب توضحت هذه الصوره، خلينا نبعد شوي عنا فضيله الشيخ لانه في شيء متواجد وفي شيء متعارف عليه شئنا ام ابينا شيرين يعني، وهذا الامر مذكور. هيدا بيرجع الى قرار انت شخصي اتخذتي بغض النظر عن الدين ووجود الايات القرانيه. لما اخذت هذا القرار هل شعرت بنظرات استهجان او غضب من قبل أهل محيطين فيك اللي عرفوا بهذا الأمر ورأوك خلعت الحجاب فجأة؟ لا أنا شخصيا أهلي ما كانش عندهم أي مشكلة، هي طبعا من صحابي والناس القريبين مني كانوا بدأ يقولوا لي أنت لو قلعتي الحجاب ده معناه أن أنت هتبدأي تبعدي عن ربنا، وأن التنازل بيبدأ بخطوة، وأنه وطبعا واجهت مناقشات كتيرة مع ناس كتيرة، بس كان في الآخر قراري وأنا أخدته وده ما بعدنيش عن ربنا سبحانه وتعالى اطلاقا، لاني الحمد لله ما زلت بصلي وبصوم وبقوم بفعل. طيب شو اللي تغير بحياتك يعني؟ قررت تاخدي هذا القرار لانك انت مثل ما عم تقولي انك قريتي. صراحه انا ما راح كذب عليك، انا مش مقتنعه بس لانك قريتي. لا لانه في شيء بالحياه نحن لازم يكون تطبيقي فعلي عملي اكثر. هي مش بس اجت القصه عن قناعه وقررت تغيري حياتك تتحدي الكل والجميع فقط لانه برايك هذا الشيء قريتي بالوقت ما استشرتي رجل دين في هذا الموضوع على تتأكدي. بس مش انه غير مذكور، بس انا اللي بدي اعرفه شنين حياتك تغيرت يعني؟ كانت تستحق المحاوله؟ كانت تستحق كل هذه المخاطره وتشوفي كل الناس عم تنظر لك بطريقه مختلفه؟ وحقيقي انا ما شفتهاش مخاطره يعني، انا ما كنت شايفاها مخاطره، انا كنت شايفه انه ده قراري وانا شخص كبير فاخذت القرار ونفذته يعني، انا ده كانت قناعتي انا الشخصيه، هي انا ما كنتش شايفاها مخاطره قد ما دي كانت قناعه شخصيه وعملتها. بس كل اللي حواليك عارضوك غير اهلك اصحابك وقالوا لك عم تبعدي عن ربنا وهيدي اول خطوه بالتنازلات، يعني ما حسيت هيك بينك وبين حالك انه في تردد وشو بده يتغير بحياتك؟ اكيد انا ترددت واكيد انا فكرت كتير قبل ما اقلعه، بس مش عشان ضغط الناس قد ما كان التردد بيني وبين نفسي. هلا يعني انت سعيده اكثر صرتي؟ حسيتي حالك انسانه سعيده؟ انا سعيده. ليه شو تغير؟ ليه ما كنت سعيده بالحجاب؟ هو انا المساله ما كانتش حجاب انا، بس كان جوايا تردد، انا كان طول الوقت جوايا تردد، هل انا بعمل ده صح ولا غلط؟ ولما جيت اقلع الحجاب كان برضو جوايا تردد، هل انا بعمل صح ولا غلط؟ بس انا حاسه كده انا متسقه مع نفسي، يعني انا كده حاسه ان انا اكتر مرتاحه نفسيا اكتر. نشوى شو رايك باللي عم تقوله شيرين؟ بتتخيلي حالك انت بعد فتره من الفترات تاخدي نفس الخطوه اللي هي اخذتها؟ هو كل حاجة ليها علاقة بالحرية الشخصية واقتناعك وحبك للي انت بتعمليه. الواحد ما ينفعش يبقى متناقض مع نفسه، أنا ما أقدرش أحكم عليها، دي رأيها واقتناعها بشخصيتها. وشيرين ممكن تكون أحسن مني دينيا، يعني ممكن تكون متدينة بالفروض الإسلامية الصحيحة أكتر مني، ملتزمة أكتر مني. أنا ما أحبش أنظر للشخص بنظرة الشكل أكتر، أبص للجوهر اكتر. الحجاب وارتداء الحجاب طبعا زي ما فضلت الشيخ قال دي سترة، انا بحس ان هي سترة للبنت ان هي تبقى مغطية نفسها، لان في ذئاب بشرية كتير موجودين في حياتنا يعني. بس شو رأيك اللي كانت عم تقوله انه كانت تتعاكس لو هي لبسة الحجاب اكتر ما بتتعاكس هلا؟ ولو لبست نقاب هتتحاكس برضو ما فيش مشكلة، المعاكسة ملهاش اي قيود او اي شكل مبرر، حتى لو لبسة النقاب هتتعاكس برضو. بس انا ما بتكلمش على اللي حواليا او الشخصيات اللي حواليا، بتكلم عن نفسي انا. بالنسبه للحجاب لا، انا حاسه ان هو كل واحده زي ما قلبها، استفتي قلبك زي ما قلبها بيقول لها، قلبها موديها لفين، وربنا زي ما قالوا رب قلوب، فربنا هو اللي بيهدي للقلب لو هي عايزه ترتدي الحجاب او ما ترتديش، دي حريه شخصيه. لكن انا بالنسبه لي انا ما بيسببليش اي مشكله الحمد لله، وبعرف اعمل كل حاجه في حياتي. أكيد. انت مقتنعه؟ الحمد لله. شيرين انت من الاول كنت مقتنعه؟ كنت بنفس وضع نشوى اللي هلا هي عم بتقوله، بنفس الحاله؟ بنفس الحاله. تتخيلي حالك فلنفترض افتراض توصلي لنفس المرحله ولنفس القرار اللي اتخذته شيرين؟ بصي انا حاسه ان الانسان طول حياته فيها ستيبس او درجات. أوكي. في درجات ايمانيه عاليه وفي درجات ايمانيه قليله.
انا ما اعرفش كمان اسبوع او شهر او شهرين هيحصل ايه، كلها يعني ربنا. دي انت حاسه فيها ربنا اللي هو اللي بيهديني ان انا ابقى عامله ازاي، ربنا هو اللي بيكرمني، او احنا دايما بندعي ان ربنا يكرمنا بالهدى والتقى والعفاف والغنى، فهو ربنا هو اللي بيوصل لي وقلبي. انا ما اعرفش لك محجب النشوه. انا ما عدتش بس يعني تقريبا بقالي حوالي مثلا 10 سنين. 10 سنين. وليه تحجبتي انت من قرار ولا عاده؟ انا في شيء بسمعه فضيله الشيخ يعني بهيك اذا بدك بالاوساط الشعبيه انه الفتاه بتتحجب لا تتزوج، او لمن بتتزوج يفرض عليها الحجاب من قبل الزوج، عفوا للتعبير، بس انا عم بحكي بالاوساط اللي بنسمعها انه لهذه الاسباب، يعني في غايه من خلال او من وراء ارتدائه. شو نشوى انت متزوجه؟ انا متجوزه. لكن بدك تتجوزي؟ لا بس ده ما كانش سبب خالص. انا لما جيت اتحجبت عشان خاطر انا قعدت كام سنه كده، انا بحب ربنا يعني الحمد لله، فانا ما بحبش ازعله يعني، فبس كلها بمقدره يعني زي ما الناس تقدر تقيم الليل مثلا من اوله لغايه اخره، زي ما الناس بتقيم الليل بركعتين، فكلها اجتهادات شخصيه للوصول لرضا ربنا طبعا. فانا لما ابتديت لبسته كان زمايلي في الجامعه يعني محاطه بمجموعه بنات، فهم ابتدوا هم كمان يلبسوا الحجاب، فحسيت ان هم شكلهم حلو ولذيذ، وكنت بحضر معاهم كمان دروس فقه وسنه ودين، حسيت اتشجعت اكتر يعني زيد من قناعتك، فحبيت اهلي يعني ما فيش حد من اهلي فرض عليا حاجه الحمد لله، وكلها باقتناع شخصي، وبعمل كل حاجه انا كنت بعملها يعني قبل الحجاب، ما عدا طبعا ان انا فضيله الشيخ موضوع الحجاب زاد بعد الثوره، لمست هذا الامر؟ فلربما زاد. طبعا هي المسألة يعني رجيعة إلى بعض العادات والتقاليد وبعض الأصول الموجودة في البيوت، يعني في بيت بيكون ملتزم فبالتالي بيجبر بناته على أن يتحجب طبعا، وهذا غير مطلوب. أنا عايز فعلا تبقى في قناعة عقلية موجودة لدى البنت باعتبار أن دي ركن من أركان الإسلام بالنسبة للمرأة أو فريضة وليس مجرد عادة، يعني إحنا إذا التزمنا بالإسلام باعتبار أنه عادات غير مطلوب، وإنما المفروض أن نلتزم بالإسلام عبادات نتقرب بها لله سبحانه وتعالى، فليس بالضرورة طالما أن الأم منتقبة أن تكون البنت منتقبة، أو الأم محجبة أن تكون البنت محجبة، أو طالما أن أباها ملتزم فبالتالي لابد أن تتحجب. لا، إحنا مش عايزين هذا، ده إحنا بنسميه تقليد أو عادة أو إلف. إنما المطلوب يكون فيه فعلا بصيرة، فيه وازع ديني موجود في القلب، فيه رضا، فيه اقتناع، فيه حب لله، حب للنبي عليه السلام، في أن أقيم حدود الله، أن أصفر نفسي، أن فده كله مطلوب. فباعتبار أن الحجاب مش لا نريد أن يكون يعني مظهرية جوفاء ولا عنترية كاذبة، احنا عايزينه اعتقاد، عايزينه يعني نوع من أنواع يعني إيه، مش القناعة، لا هو شيء أساس مش محتاج قناعات، لكن من أنواع العبادات التي نتقرب بها لله سبحانه وتعالى من باب الحب والقرب إلى الله عز وجل. لو كنت حبا أو لو كنت صادقا في محبتك لله لا أطعته، لو وقفت عند حدوده، لا أحللت ما أحل الله، حرمنا ما حرم الله، وقفنا عند حدود الله دون أن نتعداها، سمعنا وأطعنا، ربنا قال كده. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم في كل شيء أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، وربنا قال. طيب تفضل، بعد في شيء إضافي؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قاد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، طيب في هذه الحالة قبل ما ينتهي وقتنا فضيلة الشيخ، مثل شيرين في حالات كثير، نصيحة أخيرة بتتوجه فيها للصبايا في هذا الموضوع، شو بتقول؟ الأستاذة شيرين إنسانة محترمة وفاضلة، أكيد ما حدا قال إنها وحشة، لأنه هي مسلمة، قالت نشوى كلمة كثير حلوة، يمكن تكون هي متدينة أكثر من ما أنا بتصلي وملتزمة بالعبادات، كل هذا مطلوب، وطهارة القلب مطلوبة، وأيضا أقول كلمة بإن المظهر يدل على المخبر والمخبر يدل على المظهر، بمعنى فكما أن الله تعالى وهبها قلبا تقيا نقيا، ووهبها عبادة تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، فأيضا ينبغي يا يعني يا ترى ويا حبذا ثم لا يا حبذا لو أنها أتت مع هذا المخبر الطيب الجميل النقي بالمظهر الإسلامي الحضاري الخلاقي الأصيل الذي
يدل على عنوان الإسلام خاصة في المرأة باعتباري أنها شيء غالي نفيس. هذا هو المطلوب. شيرين في شيء تردي؟ في شيء بتقولي توضيح؟ أنت فروضك الدينية تقومي فيها على أكمل وجه، الحمد لله مش حاسة في أي تقصير من هذه الناحية؟ لا الحمد لله. هي الفكرة كلها ان انا لما كنت لابسه الحجاب كنت بلاحظ ان في بنات كتيره جدا محجبات ما بيعملوش، يعني الاهالي بتربي ولادها طول الوقت انه الحجاب 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 اهم حتى من الصلاه والصوم، وفي بنات كتيره محجبات ما بيأدوش الفرائض كما ينبغي. ثانيا انا كنت بدات احس ان الناس بتعاملني على اني فيها حاجه زياده، انت مجرد ان انت محجبه تبقي احسن، مجرد ان انت محجبه تبقي اتقى انقى، مجرد ان انت محجبه تبقي مسلمه، فده كان بيبدأ بيضايقني، كنت بحس انه نوع من انواع العنصرية. فيمكن من الاسباب اللي خلتني قلعت الحجاب ان انا مش عايزة حد يعملني على انني مميزة، انا عايزة حد يعملني على اني انسان، انا مجرد انسان مش اكتر. حلو شيرين. نشوى شو تعليقك عليها؟ استاذة راغدة استاذة معليكي دقيقة واحدة. هو الاستاذة نشوى هل في نظرها نقطة معينة؟ اذا تأملنا في القرآن الكريم هنجد ان ربنا لما يتكلم عن المؤمنين دائما يتكلم بالقلة، لما يتكلم عن الصابرين يتكلم بالقلة، حينما يتكلم عن الكفار والمشركين والمجرمين يتكلم بلفظ الكثرة، يتكلم عن الذين يشكرون قلة وقليل من عبادي الشكور، يتكلم عن الجاحدين ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فمعنى ذلك ليس معنى أن السواد الأعظم من الناس على وتيرة معينة أنهم يكونوا على صواب، لا. ربنا قال للنبي محمد من أكثر من 1400 سنة بيقول له إيه؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. معنى ذلك مش إحنا مثلا بشوف الناس بتعملني، لا، أنا حتى لو شفت الناس واحدة محجبة أو منتقبة وتفعل أعمالا سيئة هي مش عبرة، هي مش عنوان للإسلام، لا لها مع كل إنسان خطأ يفعل ما يفعل. مثل ما اتفقنا كلنا على نقطة واحدة، يعني ما زالت هي عم بتمارس طقوسها الدينية وبشكل ملتزمة هو فيه، فأكيد طبعا لها الحرية في الاختيار، أليس كذلك؟ نشوى ختاما لضيق الوقت. أنا نفسي بس الناس ما تحاسبش الأشخاص على مظهر أو على شكلها، المظهر والشكل ملوش أي علاقة بالتدين أو عدم التدين، أو أنا حتى لو متقاربة إلى ربنا، ربنا هو اللي بيحاسبني. فإحنا مش عايزين نحاسب الناس أو نضايق الناس بانتقاداتنا الكتير ليهم. فأنا نفسي إن دي تبقى قناعة من الشخص نفسه إن هو يتقرب أو يبتعد عن ربنا بدون ما نبقى عاملين له قيود، لأن ربنا قال من شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن. أنا بدي أتشكر كتير حضوركم معنا، أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. شكرا لك شيرين ونشوى، ويا ريت كان الوقت بيكون أطول شوي حتى نعالج هذا الموضوع وهذه النقطة بشكل أوسع وأكبر. بكل أحوال اللي عنده أي فكرة كمان إضافية أو حابب يحكي تجربته، صرتوا تعرفوا مواقع التواصل الخاصة فينا، نحن رح نتلقى ردود الفعل، وإن شاء الله بالحلقات المقبلة بنحكي بكل النقاط المطروحة. فاصل ونعود لمنثى بعد كلام في سر.